السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، فيديو جديد وحلقة جديدة معاكم محمد رفعت. حلقة النهاردة إن شاء الله في الجزء الأول من الحلقة هنتكلم فيه عن كل أخبار النادي الأهلي كالعادة، في الجزء الثاني من حلقتنا هنتكلم فيه عن أخبار نادي الزمالك، لكن في البداية تعال نبدأ الحلقة زي ما احنا متعودين دايما بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في الكومنتات كما اطلع دوس لايك الفيديو وانزل اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد وحلقة جديدة بتنزل عندنا هنا في القناة. تعال نبدأ حلقتنا من أخبار النادي الأهلي. بدون راحة النادي الأهلي واصل تدريباته استعدادا لمواجهة الانتاج الحربي. مران النادي الأهلي النهاردة مران قوي جميع لاعبي النادي الأهلي بقيادة موسيماني، جلسة لموسيماني مع جهازه المعاون في بداية التدريبات. تدريبات قوية النهاردة لرباعي حراس مرمى النادي الأهلي. النادي الأهلي سوف يدخل معسكر مغلق غدا السبت. كمان مروان محسن النهاردة شارك في تدريبات النادي الأهلي الجماعية بشكل طبيعي بعد إصابة الرأس البسيطة في لقاء البنك الأهلي. وبيتسو موسيماني لاعب من جنوب أفريقيا سيأتي النادي الأهلي وليس سيرينو ولا من فريق السابق. موسيماني محمد شريف كان جناح وكان بيلعب في مركز رقم 10 لأنني فضولي قررت أن أوظفه في مركز رقم 9 والآن يسجل الكثير من الأهداف. كمان موسيماني في رسالة للمدير الفني لكايزر تشيفز لا يمكن أن تقول أن لديك مفاجأة وبعد ذلك أن ننام. كنت أريد معرفة ما هي المفاجأة وكنت أعرف أن خما بليات سيلعب وكنت على حق. كمان تقارير صحفية موسيماني أعلن أنه بيخلص لاعب من جنوب أفريقيا ومش من سان داونز وطبعا مش سيرينو. اللاعب اللي تحدث عنه بيتسو موسيماني وعن اقتراب النادي الأهلي لضمه هو تاو. تاو هو لاعب سان داونز السابق ولاعب برايتون الانجليزي الحالي. اللاعب طول مسيرته ساهم في 95 هدف بمعدل 45 هدف و50 هدف صنعه في 165 مباراة لعبها مع كل الأندية. تاو حاليا عمره 27 سنة، سينتهي عقده مع برايتون خلال 6 شهور بحسب موقع ترانسفير ماركت. اللاعب سيصبح مجاني في شهر يناير المقبل. اللاعب بيلعب في مركز الجناح وصانع اللعب والمهاجم الصريح. كمان بيتسو موسيماني بيطلب تقرير عن إصابة حسين الشحات وسوف يتم إجراء فحص طبي يوم السبت القادم لسرعة تجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في مباريات مع النادي الأهلي بشكل طبيعي. كمان طبيب النادي الأهلي وليد سليمان سوف يعود للنادي الأهلي في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس القادم. وتقارير صحفية جنوب أفريقية ميكي سوني لاعبا في النادي الأهلي لمدة 4 سنوات بعد صراع على الصفقة مع نادي كايزر تشيفز. كمان عاجل من الكاف آخر معاد لإرسال أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل هو 12 أغسطس. وتقارير صحفية فهد جمعة لاعب النادي الأهلي الشاب على رادار سيراميكا كليوباترا الموسم القادم على سبيل العارة، لكن تم تأجيل الملف في الوقت الحالي من جانب مسؤول النادي الأهلي. ومحمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق يزور اليوم فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. كمان اون تايم أيمن الكاشف سيكون معلقا على مباراة الأهلي والإنتاج الحربي الأحد القادم. كمان النادي الأهلي وقع عقوبات على لاعبي النادي الأهلي بعد التعادل مع البنك الأهلي. مران النادي الأهلي النهارده موسيماني يبحث مع معاونيه خطة الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي. كمان بيتسو موسيماني في تصريحات محبط من نفسي ومن فريقي لكننا سنقاتل حتى النهاية. لن أتحدث عن أعذار أو غياب لاعبين دوليين أو أداء الحكام. سنقاتل على اللقب ولا بديل عن ذلك حتى اللحظة الأخيرة. والكابتن طه اسماعيل يهاجم موسيماني التعامل في الشوط الثاني كله غلط. النادي الاهلي كان فريق ضعيف جدا امام البنك الاهلي. كمان تصريحات كريم حسن شحاتة المدير الرياضي لفريق البنك الاهلي. هناك ركلة جزاء واضحة تماما لم تحتسب لفريق البنك الاهلي في نتيجة دفع عمرو السولية لاعب فريق البنك الاهلي فادي فريد. حزين جدا من الصوت التحليلي لمباراة الاهلي والبنك الاهلي على قناة اون تايم لعدم حصول فريقي البنك الاهلي على حقه بعد اداءه المميز امام النادي الاهلي. كمان من اتحاد الكرة لائحة تحديد بطل الدوري الممتاز موسم 2020-2021 من مذكرة نظام وشروط المسابقة على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري. اولا فارق النقاط، ثانيا المواجهات المباشرة،
ثالثا فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، رابعا فارق الأهداف الخاصة بكل فريق، الأهداف المسجلة يعني مطروح منها الأهداف المستقبلة في الفريق في مسابقة الدوري، عدد الأهداف المسجلة من الفريق في مسابقة الدوري ككل في حال تساوي الفريقين في كل المعايير السابقة، يتم إقامة مباراة فاصلة على ملعب محايد، وتقارير صحفية، مفاوضات رسمية من نادي بيراميدز بيطلبون فيها التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الزمالك والمعار للاتحاد السكندري، وتقارير صحفية نادي فاركو الصاعد حديثا لبطولة الدوري يرغب بشدة في التعاقد مع سعد سمير من النادي الاهلي وموسيماني يرحب برحيل اللاعب، كمان تقارير صحفية مروان محسن يقترب بشدة من طلائع الجيش، ومصدر من الاهلي تجديد عقد مع لولو السولية حتى 2024 وسوف يتم الاعلان خلال الفترة القادمة، ومصدر من النادي الاهلي موسيماني لديه اصرار كبير على التعاقد مع 2 لعيبة اجانب خلال الانتقالات القادمة، واللجنة التخطيط في النادي الاهلي تبحث مع موسيماني ملفات كروية هامة في جلسة منتظرة، كمان جلسة خاصة تحسم مصير بواليا في النادي الاهلي بعد قرار موسيماني، وقناة الرياضة المغربية اتفاق ما بين الرجاء والعين الاماراتي على انتقال سفيان رحيمي لصفوف العين، اللاعب واشترط الانضمام بعد نهائي البطولة العربية، كمان النادي الاهلي يرفض جميع العروض المقدمة من تركيا للحصول على خدمات احمد ياسر ريان، ومصدر من النادي الاهلي في حالة تعاقد النادي الاهلي مع لويس ميكيسوني اللاعب سيكلف خزينة النادي الاهلي مليون دولار سيتقاضاها نادي سيمبا التنزاني وسوف يحصل اللاعب على 600,000 دولار مرتب سنوي، كمان عروض خارجية مغرية جدا لبيتس موسيماني لعدم تجديد عقده والرحيل عن النادي الاهلي، كمان وكيل اعمال جاكسون موليكا يؤكد ان النادي الاهلي لم يتواصل معنا بشان التعاقد مع موليكا واللاعب مستمر في اوروبا ولا يريد العودة لافريقيا من جديد، كمان في الجزء الثاني من حلقتنا واخبار نادي الزمالك اللي معنا النهاردة، الزمالك يبلغ مصطفى فتحي بعودته رسميا الى نادي الزمالك في الموسم القادم بناء على رغبة من باتريس كارترون، وعمر الدرديري الزمالك وبن شرقي متفقان على كل البنود الخاصة بتجديد العقد، يتبقى فقط جلسة من أجل تحديد المبلغ المالي قبل التوقيع الرسمي على العقود الجديدة، وتقارير صحفية بيراميدز أرسل عرض رسمي للرجاء المغربي بشأن التعاقد مع سفيان رحيمي مقابل 5 مليون دولار، بالإضافة أن هناك عرض من الإمارات من عين الإماراتي ب 3 مليون يورو، واستاد الاسكندرية يستضيف مباراة الزمالك وغزل المحلة رسميا 3 اغسطس في الدوري، والوداد المغربي بيطلب التعاقد مع محمد ونجم نهائيا من الزمالك، وبكده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا ونهاية اخبارنا، اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله، كان معاكم محمد رفعت، سلام عليكم.